مشاهدينا، جدد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد التأكيد على أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرا إلى أن بلاده لا تسعى لإلحاق الضرر بدولتي مصب نهر النيل مصر والسودان. وأوضح أبي أحمد في تغريدات أن سد النهضة حال دون حدوث فيضانات عارمة في السودان العام الماضي، لافتا إلى أن إنجاز تعبئة السد في موسم الأمطار سيقلل خطر الفيضانات في السودان، وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة التي هطلت العام الماضي ساعدت في استكمال تعبئة السد التعبئة الأولى بنجاح، وكشف عن أن بلاده ستطلق قبل التعبئة الثانية مزيدا من المياه التي خزنت العام الماضي في المساحات الجانبية للسد المعروفة باسم المفايض، وستشارك المعلومات مع مصر والسودان. إلى ذلك، قال مصدر في الخارجية السودانية إن الخرطوم دفعت بخطاب إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التعقيدات التي تمر بها مفاوضات سد النهضة. مشاهدينا، للمزيد ورحب بضيفي عبر سكايب من أديس أبابا السيد مختار جمال محمد، عضو منتدى علماء أثيوبيا في الخارج. أرحب بك سيد مختار. إلى أي مدى يشكل إعلان أبي أحمد للملء الثاني للسد تحديا لخطوط السيسي الحمراء؟ أولا شكرا لاستضافتك، تحياتي لك ولضيوفك ولمشاهدينا والمستمعين. أن تصريح رئيس وزراء إثيوبي أبي أحمد لا يشكل أي تحديد لأي خطوط الحمراء. كما يعلم الجميع أن التعبئة الأولى للسد تمت دون أن تسبب أي نوع من الضرر لأشقاء في السودان والمصر، والتعبئة الثانية بإذن الله تعالى في يونيو وأغسطس قادم ستتم دون أي ضرر لأي جيران ولأي بلد، وإن شاء الله يتم توليد الكهرباء الذي ينتظره أو طالما انتظره الإثيوبيون بفارغ الصبر. يا أخي العزيز، أنا الآن أكلمك من إثيوبيا، من مدينة أداما وهي العاصمة الثانية في إثيوبيا، وأنت تكلمني في خط المباشر لأنني لم أستطع أن أجري المقابلة في سكايب بسبب عدم وجود الكهرباء، ولهذا إثيوبيا لا تريد إلا أن تستفيد من مواردها الطبيعية من أجل النهضة وتوليد الكهرباء وكذلك توفير الكهرباء للشعبها. طيب أنت تقول سيد مختار، أنت تقول بأنه سيتم التعبئة، وبالفعل يلاحظ بأنه اختيار توقيت التعبئة سواء الأولى أو الثانية الآن في موسم الأمطار وكأنه محاولة أثيوبية للتقليل من آثار هذه التعبئة على دولتي المصب. رئيس الحكومة الأثيوبية أبي أحمد يقول بأنه يعني التعبئة الأولى حمت السودان من فيضانات، إذا كان لهذا السد كل هذه المحاسن أو المميزات حتى على دولتي المصب، لماذا تثيران مصر والسودان كل هذه المخاوف إذن من هذا السد؟ صحيح، هذا السؤال وجيه جدا. أما ما يتعلق بالنسبة للأشقاء في السودان، كما يعلم الجميع في بداية النهضة كل الخبراء والسياسيين قد أشادوا بمنافع السد للسودان، هذا يبقي كما هو. أما ما نسمعه الآن هو موقف سياسي تتذبذب التصاريح بسبب تذبذب السياسة في السودان، وهذا معلوم جدا، وبسبب الضغط من أمريكا من أجل رفع العقوبات ورفع السودان من الليست السوداء كما يقال. هذا كله خطاب سياسي. أما إذا رجعنا لما أكده جميع الخبراء السودانيين أن السد النهضة هو يرجع بمنافع كثيرة للسودان. أما ما يتعلق في أشقاء المصر أو السياسيين لهم مآرب الكثير حول هذه التصريحات. أولا هم يخافون نفوذ الإثيوبي الإقليمي إذا هي امتلكت هذا الصد وهذا المشروع إذا نجح،
هذا الأمر كله لا علاقة له في الواقع بأي نوع من الضرر، كما يعلم الجميع حتى الإنسان الطبيعي الذي ليس له تطلعات في الفنيات يعلم أن هذا الماء هو يحرك التوربينات ثم يرجع ويفيض كما هو في نهر النيل. وهذا قد أثبت التعبئة الأولى قد أثبتت أنه ليس هناك ضرر. ربما السياسيين والذين يثيرون هذا الأمر كانوا يتوقعون ويتمنون لو حصل الضرر في السودان والمصر حتى يقولوا أن التعبئة الثانية توليد الكهرباء يسببون أن هذا الأمر لم يحصل من قبل ولن يحصل الآن ولن يحصل بإذن الله. طيب أنت تقول سيد مختار بأنه يعني ربما هذه المواقف هي بدفع أمريكي، ولكن هناك أنباء تحدثت عن أنه الولايات المتحدة حذرت النظام المصري ورفضت أي محاولة للتلويح أو للتخطيط من قبل النظام المصري لضرب السد سد النهضة، وبالتالي هذا ألا يشير إلى أنه الولايات المتحدة على الأقل إن لم تكن داعمة للموقف الأثيوبي فهي على الحياد؟ كما يعرف الجميع أن سياسات الولايات المتحدة كل الوقت هي تعتمد على الموسم وعلى المواقف ما، ولا نعتمد عليها بل نحن نعتمد على الواقع. والواقع الجميع يعلم أن إثيوبيا تعتمد على ملء السد من الماء من الأمطار التي تحصل والتي أساسا هي تسبب كثير من الفيضانات والضرر في داخل إثيوبيا والسودان كذلك. إثيوبيا مثلا ينعتون جميعا ويصفون إثيوبيا أنها تتعنت، وهذا الوصف ليس صحيحا، إنما هي إثيوبيا متمسكة في موقفها على أنها تريد أن تستفيد من مواردها الطبيعية من أجل نهضة الإثيوبيا الذي يعود بالمنافع للمصر ولجميع الإفريقيا. هذا الذي يعتقد ويؤمن جميع الشعب الإثيوبي سياسيا وشعبا. نعم، ولكن ألا يثير الريبة سيد مختار أن يعني هذا السد هو ممول ومدعوم من قبل دول مثل الإمارات ومثل إسرائيل كما تتحدث الأنباء، والخارجية المصرية عابت أيضا على بعض الدول التي أسمتها بالصديقة أنها تنفذ السد في أثيوبيا وتدعم هذا السد؟ وإذا هذا الأمر ثابت كما ذكرته، إذا كان هناك من دول العربية من يستثمر في هذا السد وهذا دليل أن هذا السد لن يعود بأي نوع من الضرر إلى السودان والمصر، لأن ما لا يوجد بلاد من بلدان العربية يريد الضرر بالمصر. إذا تضررت بالمصر وهم يعلمون أن الناس يتدفقون عليهم ويتسببون لهم بالمشاكل، وهذا يدل أن هذا السد لا يشكل أي نوع من الضرر كما هو الواقع. وأنت قد ذكرت أن وجود كثير من البلدان من يستثمر في هذا السد، وهذا دليل أن هذا السد هو تنموي، وشعب إثيوبي الذي يزيد من 110 مليون نسمة الذي لا يملك كهرباء حتى في عاصمة الثانية التي أنا فيها الآن، كما قلت لك أنا أكلمك بخطوط المباشر، يعني بعد كل هذه المياه وتوفير هذه الموارد لا يعقل أن هذا الشعب لا يستحق أن يكون له كهرباء الذي يستعمله بالليل. نحن لا نتكلم عن استعمال الكهرباء كما يستعمله الأشقاء المصريين وهنيئا لهم، ولكن نتكلم حتى في الأشياء الضرورية. ولهذا أن هذا الأمر ملء السد وتوليد الكهرباء أنه سيتم بإذن الله تعالى، لأن الإثيوبيين سياسيا وشعبيا عازمون على هذا والمصر تعرفها. شكرا لك سيد مختار جمال محمد، عضو منتدى علماء إثيوبيا في الخارج، كنت معي عبر الهاتف من أديس أبابا.